أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي واردات مملكة البحرين غير النفطية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت قرابة نصف مليار دينار، أي ما يتجاوز المليار دولار. وقد أوضحت بيانات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية الصادرة عن شؤون الجمارك أن المملكة صدرت سلعا غير نفطية خلال أغسطس الماضي قيمتها 227 مليون دينار، أي ما يفوق 600 مليون دولار. كما كشفت البيانات أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم صادراتها إلى البحرين خلال أغسطس الماضي، حيث بلغت ما مجموعه 56 مليون دينار، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بصادرات غير نفطية إلى المملكة قدرها 37 مليون دينار خلال نفس الفترة. في خبر آخر، تعتزم طيران الخليج الناقل الوطنية لمملكة البحرين طرح زيادة دائمة على جدولة رحلاتها إلى إسطنبول، لتصبح بذلك رحلات يومية، وذلك بدءا من شهر نوفمبر القادم. تأتي هذه الخطوة مشاهدين استجابة لطلب المسافرين ولإضفاء المزيد من المرونة على الرحلات التي تقدمها الناقلة لمسافريها من وإلى إسطنبول. وقد صرح نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد العلوي أن خط رحلات إسطنبول يشهد نموا مضطردا وارتفاعا في الطلب من قبل المسافرين على مدار العام، لافتا إلى أن تأمين الرحلات اليومية من وإلى إسطنبول سيساهم في تعزيز الروابط التاريخية بين البحرين وتركيا، كما يعزز أيضا دور الناقلة في التشجيع على التبادل التجاري المشترك وفرص السياحة والاستثمار بين البلدين. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7351 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.57%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6892 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.4%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4464 نقطة، كما هو موضح مشاهدينا على الشاشة، بارتفاع بلغت نسبته 0.25%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1302 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.32%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,505,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 547,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 102 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44% من القيمة الإجمالية للأسهم.